اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم استاذ وليد، وعليك السلام استاذ احمد. شلونك حبيبي، اخبارك؟ والله بخير يا حلو استاذ احمد، تفضل. استاذ وليد، بس سؤالك عيد لي اياه باختصار، لان انا عندي صار هواي علي ما افتي. نعيد، او في سورة التغابن الآية 14 تقول: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلو سألك شاب شيعي الآن وقال لك: يا سيادة المعمم أو يا أستاذنا، ما معنى كلمة فاحذروهم؟ كيف نحذرهم؟ يعني نعمل إيه؟ يعني أنا لقيت زوجتي دلوقتي، أنا لسه شاب ولسه متجوز، ولقيت زوجتي عدوة ليا وعدوة لدين الله عز وجل، أعمل إيه؟ يعني هي عدوة لك مثلا؟ هي بيقول لك أنا لسه متجوز جديد ولقيت زوجتي عدوة ليا وعدوة لدين الله عز وجل، اتضح لي انها عدوة ليا وعدوة لدين الله عز وجل، فماذا اصنع؟ نعم، اطلقها قبل. تطلعها على طول؟ على طول. طيب ماشي، مفيش مشكلة إن شاء الله. يبقى أول واحد يا إخوانا يركزوا معايا، أول واحد قال إيه؟ نطلعها على طول، نطلقها على طول. طيب خير ان شاء الله. يبقى اول واحد قال نطلعها على طول، شكرا ليك، اجابه منطقيه جدا جدا جدا، شكرا ليك. استاذ وليد، استاذ وليد تفضل. اريد اسالك سؤال، مو يعني سؤال، قد شيء يعني اريد ابينك اياه. تفضل. ولو يعني هو مو يعني من الموضوع مالتك، مساله كسر الضلع. اي، فهم يقولون ابو نو اسمه هذا ابو لولا، مو هو اللي قتل عمر، صح لولا؟ انا بس اقول لك حاجه، انا حسبت لك ان مفيش حاجه اسمها كسر الضلع بالارقام، بالارقام صح كده؟ ماشي، يعني اذا هو حسبت لك انا ابو لولا بس انا بس انا اتفضل اتفضل اتفضل. يعني اذا ابو لولا كتل عمر على مود كسرت الضلع، يعني هنا الامام علي شنو شغله؟ بس ابدنا هذا الشيء ما اقدرش، لان شجاعه ابو لؤلؤة تغلب شجاعه علي بن ابي طالب. ابو لؤلؤة عنده الحنكه والذكاء والشجاعه وحسن التخطيط، وكل ده مش موجود عند علي عند الشيعه. يعني دلوقتي اصلا ابو لؤلؤة هو غير موالي لعلي، يعني شلون هو يقتل عمر على مود فاطمه الزهراء؟ ما والله ده السؤال ده تساله للشيعه، يعني السؤال ده تساله للشيعه. هو ايه ايه هو ده قال لي هاي، خليه يسمعوني كلكم، هسه هم جاي يسمعوني مباشر يا اخوان. واشكرك حبيبي الله يكرمك، شكرا ليك. ابو لؤلؤه عنده الحنكه والشجاعه والمكر والدهاء، وعنده كل شيء مش موجود عند علي بن ابي طالب. والا استطاع بالفعل ان يقتل عمر بن الخطاب، وما استطاع علي بن ابي طالب ان يقتل عمر بن الخطاب. المهم ان انا قلت له هقول لك على شيء يثبت عدم كسر الضلع بالارقام. بالارقام هم يقولون ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم راحوا حرقوا باب فاطمه ودار فاطمه، تمام، واخرجوا علي بن ابي طالب. حسب روايات سليم بن قيس، قعدنا نقول لهم ده كذاب اساسا وبنقل عن كذاب، هم مصدقين سليم بن قيس، يبقى خلاص يصدقوه للاخر، يصدقوه للاخر. الان سليم بن قيس قال ان علي بن ابي طالب بعد ما دخلوا عليه اخذوه وجروه عشان البيعه، حلو قوي. دلوقتي الدار المفروض ان الدار اتحرقت، ان الدار اتحرقت، معرفش ازاي السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها يعني قعدت في الدار كده، تمام. هنا لما اتحرقت الدار، الدار دي المفروض عشان تتصلح، مين اللي صلحها؟ مين اللي بناها؟ مين اللي مرض؟ مين اللي مرض السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما كان ضلعها مكسور؟ مين؟ لا تعرف اتصلحت ازاي، ولا تعرف من مرض السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ولا الجنين اللي هو اللي كان موجود ده اخده ولا ما اخدوش، ولا دفن ولا ما دفنوش، ولا عمل فيه ايه اساسا. كل الحاجات دي لا منطقيه، كل الاشياء دي كلها لا منطقيه، ما فيهاش منطقيه. فالله المستعان.